السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار عاملين ايه؟ معاك احمد كامل من وورلد اوتو مع حضراتكم في فيديو جديد ومقارنه جديده جامده جدا جدا ما بين اكتر العربيات الاقتصاديه وما بين اكتر العربيات المبيعا في السوق المصري اللي بتشوفها كتير طول ما انت ماشي. المقارنه ما بين العربيه البي واي دي الاف 3 وما بين العربيه الشيري الاريزو، العربيتين هنشرحهم شرح تفصيلي بمبدا المختصر المفيد. مش هيخلص الفيديو غير لما اكون عارف كل التفاصيل الصغيره والكبيره عن كل عربيه من العربيتين. انزل بسرعه مشترك الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيجي فيسبوك هنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. نتكلم دلوقتي مع حضراتكم على اهم حاجه موجوده في اي عربيه وهو الموتور. زي ما قلت لحضراتكم العربيه الزرقاء المانوال والفراني الاوتوماتيك. المانوال بتتقدم بناقل حركه مانوال من 5 سرعات والاوتوماتيك بتيجي بناقل حركه اوتوماتيك سي في تي. الموتور بيجي معاك 1500 سي سي 4 سلندر تنفس طبيعي 108 حصان وخزان الوقود بيجي معاك 50 لتر. وزي ما حضراتكم شايفين كده في الكبوت معاك عازل للصوت، حاجة برضو من الحاجات الممتازة اللي تحسب للعربية. لو هنتكلم مع حضراتكم على اهم حاجة موجودة في اي عربية نبتدي بيها وهو الموتور. العربية الشيري الاريزو بتيجي من موتور 1500 سي سي 4 سلندر تنفس طبيعي 114 حصان 141 نيوتن متوصلة بناقل حركة الفئة الاولى مانوال من 5 سرعات والتانية والتالتة متوصلة بناقل حركة اوتوماتيك من 7 سرعات سي في تي وخزان الوقود بيجي 48 لتر. رجعنا لحضراتكم من تاني، عايز اول حاجة اوريك مفاتيح العربية. ده الريموت وديت المفاتيح بتاعة البي واي دي. العربية الزرقاء اللي بتتقدم بالنقل الحركة المانوال والعربية الاوتوماتيك هي الفراني. وزي ما حضراتكم شايفين كده في الكادر الاثنين واضحين قدامكم، مفيش اي اختلاف في الاثنين من الخارج، العربيتين واحد في كل حاجه، حتى في الاوبشن، حتى في عوامل الامان وفي الجنوط الاثنين واحد، مفيش اي اختلاف غير بس في ناقل الحركه. تمام كده. العربيه بتيجي من الفئه الاولى المانوال والاوتوماتيك باضاءه اماميه هالوجين، الشبكه الاماميه اللي بتيجي كلها باللون الاسود زي ما حضراتكم شايفين كده، لوجو بي واي دي والكروم اللي بيجي معاك بعرض الكبوت. نيجي هنا للجنب، فاول حاجه عينيك هتيجي عليها وهو طبعا الجنط. الجنط اللي بيتقدم في الفئه الاولى والثانيه 15 بوصه 195 على 60. والعفشه اللي بتتقدم في العربيه البي واي دي الاماميه بتيجي معاك ماكفيرسون والخلفيه بتيجي معاك تورشيم بيم. مش معاك مرايات ضم كهرباء، بس معاك مرايات كهرباء واشارات في المرايات من الفئه المانوال، معاك زجاج فيمي خلفي وحاجه ممتازه وكويسه جدا جدا، والخلوص الارضي اللي ممتاز وكويس جدا جدا للعربيه، مش هتحك معاك في اي مطبات نهائي، حاجه من الحاجات اللي ممتازه اللي تحسب للعربيه البي واي دي. نيجي بقى دلوقتي مع حضراتكم نشرح شكل العربيه من الخلف. فللاسف الشديد العربيه لا موجود فيها كاميرا خلفيه ولا موجود فيها سنسور بارك خلفي. نفتح كده مع حضراتكم الشنطه. مساحه الشنطه هنا بتيجي معاك 380 لتر، مساحه ممتازه وكويسه جدا جدا، وحاجه من الحاجات اللي ممتازه هو الاستبن اللي موجود معاك من الفئه المانوال اللي بيجي معاك جنوط مش تساط، حاجه برده من الحاجات الممتازه. مساحه الشنطه كبيره ولما تركب لها غاز مش هيبقى فيه اي مشكله على مساحه الشنطه، برده المساحات اللي موجوده فيها ممتازه. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح ونتفرج على المساحات الموجوده في الكنبه الخلفيه. تابعونا. لو هنشرح مع حضراتكم المساحات اللي موجوده في الكنبه الخلفيه في العربيه البي واي دي، فبصراحه
ممتازه وكويسه جدا جدا زي ما حضراتكم متعودين معانا في كل فيديوهاتنا. الكرسي الامامي احنا بنرجعه على ورا خالص عشان نشوف المساحات هتبقى عامله ازاي بحيث الشخص اللي قدامي يبقى قاعد مرتاح، ونفس الكلام اللي قاعد في الكنبه الخلفيه برده يبقى قاعد مرتاح. فالمسافه اللي ما بينه وما بين الكرسي الامامي ممتازه وكويسه جدا جدا، القايم مش هيعيقك وانت داخل او انت خارج، نفس الكلام المساحه او المسافه اللي ما بينك وما بين السقف اللي ممتازه وكويسه جدا جدا. مفيش معاك فتحات تكييف خلفيه، نفق الفتيس كبير بصراحه اكبر من المتوسط، هيعيق الشخص الثالث اللي هيبقى قاعد في النص، بس عموما العربيه هتاخد معاك 3 اشخاص بالغين هيقعدوا في الكنبه الخلفيه، مش معاك مسند يد وسطي. العربيه اللي موجوده معانا دي المانوال، وزي ما حضراتكم شايفين من اول فئه موجود معاك فرش من الجلد. وهنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود فيه العربيه الاريزو. فالعربيه بتتقدم بثلاث فئات، والفئه اللي موجوده معانا النهارده هي الفئه الثالثه. عايز اول حاجه اوري لحضراتكم مفتاح كده العربيه، ده مفتاح العربيه الاريزو. الفئه زي ما قلت لكم اللي موجوده معانا النهارده هي الفئه الثالثه، بتيجي باضاءه نهريه زي ما حضراتكم شايفين اللي دي. اوريك كده الاضاءه بتاعت الفانوس برضو زي ما حضراتكم شايفين، الفانوس الامامي في الثلاث فئات بتيجي الاضاءه بتاعته هالوجين زي ما حضراتكم شايفين. مقدمه العربيه، الشبكه الاماميه اللي بتيجي باللون الاسود اللامع اللي شكلها شيك ومميز، والكروم اللي بيجي بعرض الشبكه ولوجو شيري الوسطي. نيجي هنا جنب العربيه، فاول حاجه طبعا هناك هتيجي عليها وهو الجنط. الجنط في الثلاث فئات ثابت، بيجي معاك 16 بوصه 205 على 55، اشارات في المرايات، دخول وخروج بدون مفتاح، ازاز في مي موجود في العربيه، الخلوص الارضي بيجي معاك 129 مللي، والعفشه اللي موجوده في العربيه الاماميه بتيجي معاك ماكفرسون، والعفشه الخلفيه بتيجي تورشن بيم. نيجي بقى دلوقتي مع حضراتكم نشرح ونتفرج على شكل العربيه من الخلف، تابعونا. نشرح مع حضراتكم شكل العربيه من الخلف. زي ما انتم شايفين الاضاءه اللي موجوده، سنسور البارك الخلفي والكاميرا الخلفيه. نفتح كده مع حضراتكم الشنطه، تقدر ان انت تفتحها من عن طريق الريموت. مساحة الشنطة ما شاء الله كبيرة وواسعة، بتيجي 430 لتر. نبص كده على الاستبن اللي موجود وعلى الحوض بتاع العربية. للأسف الاستبن بيجي معاك جنط مش طاسة زي اللي راكب. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح ونتفرج على المساحات اللي موجودة في الكنبة الخلفية، تابعونا. فالمساحات اللي موجودة في الكنبة الخلفية في العربية الأريزو بصراحة ممتازة وكويسه جدا جدا. زي ما حضراتكم متعودين معانا الكرسي الامامي بنحطه في وضعيه متوسطه بحيث الشخص اللي قدامي يبقى قاعد مرتاح، ونفس الكلام اللي قاعد في الكنبه الخلفيه برده يبقى قاعد مرتاح. فالمسافه اللي ما بينه وما بين الكرسي الامامي ممتازه وكويسه جدا جدا، المسافه اللي ما بينك وما بين السقف برده بصراحه كويسه، والقايم مش هيعيقك وانت داخل او انت خارج. الخامات اللي موجوده في الباب، طبعا الفئه اللي موجوده معانا النهارده هي الفئه الثالثه، فالمفروض افضل خامات تبقى موجود فيها. فالبلاستيك بيعم على كل الباب، مسند ايدك بس هو اللي بيجي جلد، والاكره من الكروم. للاسف مش موجود معاك فتحات تكييف خلفيه ولا مخارج يو اس بي، معاك هنا بس مساحه تخزين ونفق الفتيس، نقدر نقول عليه ان هو اقل من المتوسط. هتاخد معاك 3 اشخاص بالغين هيقعدوا مرتاحين في الكنبه الخلفيه. الفرش طبعا كله بيجي من الجلد، وللاسف مش معاك مسند يد وسطي، وللاسف تاني مفيش اي اضاءه في النص للاشخاص اللي موجودين في الكنبه الخلفية. نخش دلوقتي مع حضراتكم نشرح ونتفرج على الصالون الامامي، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم داخل صالون العربية الشيري الاريزو، ما شاء الله صالون جميل ومنسق. اول حاجة كده ندور مع حضراتكم العربية، العربية في كل فئاتها مش بتيجي بستارت ستوب انجن. بسم الله. العربية كده دارت معانا زي ما حضراتكم شايفين، الجزء اللي على الشمال الخاص بيه الار بي ام، وعلى اليمين السرعات، وفي النص الكمبيوتر اللي موجود فيها مؤشر الحرارة ومؤشر البنزين، حاجة من الحاجات المميزة والكويسة جدا جدا. لو هنيجي هنا نرجع لورا شوية، فانت عندك الطارة اللي بتيجي معاك مالتي، بتعلي وبتوطي الصوت، وبتتحكم طبعا هنا في المالتي ميديا، تمام. نيجي هنا على اليمين، فانت عندك ديت الشاشة، والشاشة ديت مش موجودة غير في الفئة الأخيرة اللي بتيجي 7 بوصة. نبص كده على الكاميرا الخلفية مع حضراتكم،
دي تاهي الكاميرا الخلفية والله ريزوليوشن ممتاز وكويس شغال تمام. ننزل هنا لتحت شوية فتهينا طبعا الزراير دي كلها اللي بتقدر تتحكم فيها في الكاسيت، بتعلي بتوطي بتقفل زي ما انتم شايفين كده من عن طريق الزراير اللي موجوده في الجزء ده. ننزل هنا ده الجزء الخاص بالتكييف، نشغله كده مع حضراتكم كده التكييف اشتغل معانا زي ما انتم شايفين. البكره دي بتقدر ان انت تتحكم فيها في المروحه، بتعليها وبتوطيها من خلال البكره دي زي ما حضراتكم شايفين. ده زرار الانتظار، هنا بتتحكم في درجه البروده، هنا بيديك افضل بروده، ولما بتسقع بتقدر ان انت تقلل البروده من عن طريق البكره. الزرار ده بتاع الكباس ده السخانات، هنا بتقفل دخول وخروج الهواء الخارجي، وانصحك ان انت تبقى قافله تجيبه هنا، هنا بتقفل دخول وهنا بتدخل اي هواء خارجي. وهنا طبعا برضو الزرار ده بتاع السخانات، وهنا نفس الكلام، هنا الهواء يجي لك من الامام او من امامه، من رجلك من تحت او رجلك من تحت فقط، الوضع ده افضل حاجه. ننزل هنا لتحت فانت عندك مخرج يو اس بي والولاعه، ناقل الحركه الاوتوماتيك السي في تي، فرامل اليد اللي بتيجي يدوي مش كهرباء، وموجود اتنين كاب هولدر، الكونسول الوسط اللي بيجي من الجلد، ومساحه التخزين اللي موجوده فيه بصراحه ممتازه وكويسه، مساحات برضو التخزين شغاله. الخامات اللي موجوده في العربيه زي ما قلت لحضراتكم، البلاستيك بيعم على كل اجزائها سواء كان في البيبان سواء كان في التابلو الامامي. الشماسه بتاعت السائق مش موجود فيها مرايه، الراكب الامامي موجود فيها مرايه بس مش موجود فيها اضاءه. ديت اهي الاضاءه اللي موجوده في العربيه، وديت فتحه السقف زي ما حضراتكم شايفين كده. الباب كله بلاستيك، مسند ايدك زي ما قلت لكم هو اللي بيجي بس من الجلد، والاخرى من الكروم تمام. وهنا من خلال البكره ديت بتتحكم في الاضاءه، يعني بتتحكم في العدسه بتنزلها او بتطلعها لفوق. نقف بقى دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو، لو هنتكلم على عوامل الامان اللي موجوده في العربيه، فبتتقدم باتنين ايرباج اي بي اس اي بي دي، امبولايزر ضد السرقه، وسنتر بارك الخلفي. الفئه الاولى فيها اضاءه هالوجين، اضاءه نهريه ال اي دي، فرش جلد، طاره جلد، ريموت كنترول، مثبت سرعه، طي الكنبه الخلفيه، تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، 4 سماعات يو اس بي. الفئه الثانيه بتزيد بس ناقل الحركه الاوتوماتيك بدل المانوال. الفئه الثالثه اللي موجوده معانا النهارده بتزيد ابل كار بلاي واندرويد اوتو، شاشه 7 بوصه، بلوتوث، فتحه السقف والكاميرا الخلفيه. احنا دلوقتي مع حضراتكم داخل الصالون الامامي للعربيه البي واي دي الاف 3 دوت اهو، ناقل الحركه المانوال، مفيش اي اختلاف، مفيش اي فرق ما بين العربيه او شكل الصالون للعربيه المانوال والعربيه الاوتوماتيك، الاثنين واحد في كل حاجه تمام. نبص هنا دوت لوحه العدادات زي ما حضراتكم شايفين، الجزء على الشمال الخاص بالار بي ام وفي النص السرعات، ومعاك مؤشر حراره ومؤشر بنزين، حاجه برضو من الحاجات اللي ممتازه والكويسه. نرجع هنا لورا شويه فللاسف الطاره مش بتيجي معاك مالتي، وكلها بلاستيك مش بتيجي من الجلد. وهنا بتتحكم طبعا في الاضاءه بتاعه العربيه تمام، وهنا المساحات. نيجي هنا على اليمين فدوت الراديو اللي موجود في العربيه، تقدر ان انت تشغله وتعلي وتوطي زي ما حضراتكم شايفين كده. ننزل هنا لتحت شويه فانت عندك دوت الجزء بتاع التكييف، هنا الهواء يجي لك من الامام، يجي لك من الامام ومن رجلك من تحت من هنا، او من رجلك من تحت بس، او السخانات اللي موجوده في التكييف. هنا بتتحكم في درجه البروده، هنا بيديك افضل بروده موجوده في التكييف بتاعك، ولو سقعت تقدر ان انت تقلل البروده من عن طريق البكره ديت. هنا بتشغل وتقفل التكييف، وبتتحكم في درجة المروحة، هنا المروحة موجودة على 2، تقدر ان انت تخليها 3، تخليها 2، تخليها 1 براحتك. وهنا دوت طبعا لما بتدوس هنا بيقفل لك الكباس، وبتشتغل معاك مروحة عادية خالص من غير تكييف تمام كده. دوت اهو ناقل الحركة المانوال اللي بيجي معاك من 5 سرعات، معاك مخرج 12 فولت ومخرج الولاعة، وهنا مساحة تخزين، فرامل اليد اللي بتيجي معاك يدوي مش كهربا، والكونسول الوسطي اللي بيجي برضو من البلاستيك اللي مفيش فيه اي جزء من الجلد. نبص هنا على المساحات اللي موجوده في الدرج اللي قدام، مساحه التخزين بصراحه
صغيره جدا. الخامات اللي موجوده في العربيه كلها بلاستيك، البلاستيك بيعم على اغلب اجزاء العربيه، حتى الباب كل الجزء اللي فوق ده بيجي من بلاستيك، الاكره بتيجي معاك من الكروم، مسند ايدك بس هو اللي بيجي معاك من الجلد. تمام. الشماسه مش موجود فيها مرايه للاسف، ونفس الكلام للراكب الامامي، الشماسه مش موجود فيها مرايه. هنا المرايه الوسطيه مش مرايه ذاتيه التعتيم، مرايه عاديه خالص مفيش فيها اي حاجه. نروح نبص كده مع حضراتكم على الصالون الامامي عشان تبقى انت شايف كل حاجه على الطبيعه لناقل الحركه الاوتوماتيك. تابعونا. احنا دلوقتي داخل صالون العربيه الاوتوماتيك، زي ما حضراتكم شايفين كده مفيش اي اختلاف، مفيش اي فرق ما بين العربيه المانوال وما بين العربيه الاوتوماتيك، غير طبعا انت عندك هنا زرار الستارت ستوب انجن والدخول وخروج بدون مفتاح، دوت هنتكلم عليه في فرق الاختلافات او في فرق العربيتين في نقطه عوامل الامان والاوبشن طبعا. تمام. انت عندك اول اختلاف هنا ستارت ستوب انجن، هناك طبعا كان مفيش الكلام ده. نقف بقى دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو اللي هنتكلم على الاسعار وهنتكلم على كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه البي واي دي الاف 3. هنتكلم طبعا على اهم حاجه عوامل الامان، العربيه تقدم باتنين ارباك، واحد للسواق واحد للراكب الامامي من اول فئه، ومعاك طبعا اي بي اس واي بي دي. نيجي للاوبشن اللي بيتقدم في العربيه البي واي دي، فانت عندك شبكه كروم، زجاج فيمي خلفي، فوانيس هالوجين، فوانيس شبوره اماميه، زجاج كهرباء، اربعة ازاز كهرباء امامي وخلفي، والفرش بيجي معاك من الجلد، والفئه الاولى طبعا بتيجي بنقل الحركه المانوال، والثانيه الاوتوماتيك السي في تي، والستارت ستوب انجن، والدخول وخروج بدون مفتاح اللي موجود في الفئه الاوتوماتيك. احنا دلوقتي مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو، وهنبتدي كده مع حضراتكم باهم حاجه وهي الاسعار. سعر العربيه البي واي دي الاف 3 الفئه الاولى المانوال بتيجي ب 610,000 جنيه، والحمد لله رب العالمين مش موجود عليها اي اوفر برايس، والفئه الثانيه نفس الكلام مش عليها اوفر برايس، ب 690,000 جنيه الاوتوماتيك. سعر العربيه الشيري الاريزو الفئه الاولى بتيجي ب 655,000 جنيه المانوال، وسعر السوق بنتكلم لحد 675,000 جنيه، الثانيه ب 700,000 جنيه وبعد الاوفر برايس 720، والاخيره ب 725,000 جنيه وبتوصل لحد 760,000 جنيه بعد الاوفر برايس. العربيه البي واي دي مش عليها اوفر برايس، والشري الاريزو عليها اوفر برايس، ممكن خلال الايام الجايه يتشال من عليه الاوفر برايس، ممكن والله واعلم. العربيتين بصراحه من العربيات اللي ممتازه، عربيتين من العربيات اللي منتشره اللي موجوده في السوق، تقدر ان انت تجيبها وتاكل عليها عيش، سواء كانت زيرو او كسر زيرو مستعمله موجوده في السوق، عربيات من العربيات المحترمه. طبعا العربيه الشري بتيجي من توكيل من التوكيلات الكبيره اللي موجوده في السوق المصري، وهو توكيل غبور اودوف، هتضمن خدمه ما بعد البيع. وعموما النقطه ديت مش هتبقى مهمه بالنسبه لك، ليه؟ لان اصلا العربيتين قطع غيارهم متوفره في كل مكان، قطع غيارهم متوفره، فالنقطه ديت مش هتلوس عليها، النقطه ديت مش هتتعبك في خدمه ما بعد البيع، واسعار برضه قطع الغيار لكل عربيه من العربيتين بصراحه ممتازه وكويسه. دي كده كانت كل التفاصيل اللي موجوده معانا في الفيديو. لو في اي استفسار عند حضراتكم حابين تستفسروا عنه اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنرد على حضراتكم. ما تنساش تعمل اشتراك الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس، ونوصل لك كل جديد من وورد اوتو وبيجي فيسبوك، هنحط اللينك بتاعتها في الديسكربشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.